بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة كمان نلاقي كلمة جميلة من بولس الرسول في فيليب 2، بيقول لأولاده ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. إيه الفكر ده؟ يقول أبلاء حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسه. طريقة تفكير ياريت نتعلمها، إن أنا أعتبر إنك أنت أهم مني وقبلي أيا كان أنت وفي أي وقت. حاسبين بعضيكم البعض أفضل من أنفسه. ربنا يسوع حطنا إحنا كبشر قبله، راحتنا قبله، كرامتنا قبله، خلاصنا قبل راحته هو. إذا كان ربنا يسوع له المجد اتعامل معانا كده، يبقى مش كتير لما يقول لنا أنتوا كمان قدموا بعضكم على بعض. ليه دي في الخفاء؟ لأنه نظرتك الخفية للآخر هتحدد تعاملك. إذا كنت شايفه أي كلام أو بتحتقره، طبعا أنت الخفاء بتاعك ملخبط. لكن إذا كنت تخفي احترام شديد للآخرين وعاوز تحطهم قبلك وراحتهم وخلاصهم قبل راحتك وخلاصك، تأكد أنك هتكسب نفوس كتير قوي وهتكسب نفسك بالتأكيد. هذا الفكر الذي في المسيح، كأنها فكرة عاوزين ناخدها من رأس ربنا يسوع ندخلها رأسنا ونغرسها كده فينا ونتعامل على أساسها. يبقى طول الوقت الواحد بيحسب الناس قبل ما يحسب لنفسه، بيبدي الناس على نفسه. هي تمشي مع كل تعليم الكتاب لأنه قال تحب قريبك كنفسك، وتمشي مع كل سير القديسين لأن القديسين نسيوا نفسهم وعاشوا من أجل خدمة الآخرين. النهاردة بقى إنجيل القداس من لوقا 9 وقصة الخمس خبزات، وطبعا القصة مليانة معاني جميلة، بس أنا عاوز أوريكم فكرة البركة في الخفاء. الخمس ترغفة في الأول فضلوا خمس ترغفة. راح المسيح لو المجد عمل تصرف غريب شوية، قال لهم هما لسه خمس ترغفة، روحوا رصوا الناس خمسينات وميات. طب يا رب ما شفناش غير قدامنا خمس ترغيف، هنقعد الناس يعني هياكلوا، هياكلوا ازاي وهم خمس ترغيف؟ طب ما تعمل المعجزة الأول وتخلي كده في أفف أفف أفف، وبعدين نروح كده بنفسية سعيدة نقول للناس اقعدوا بقى وتوضبوا عشان تاكلوا. ربنا يسوع ما عملش كده، قال لهم روحوا رصوا الناس وتعالوا لي. وهنا كأنه بيرسخ فينا مفهوم البركة في الخفاء. يعني إيه؟ الرغيف ده هيكفي ألف. يا رب ما ينفعش، ما ينفعش. يعني إيه هناخد منه لحسة؟ إزاي الرغيف هيكفي ألف؟ روحوا اسمعوا الكلام ورصوا الناس على الأساس ده. هو الرغيف ده في حاجة سحرية؟ لا، هو في الخفاء في حاجة اسمها الإيمان، والإيمان يجيب البركة، والإيمان يطلق الأمور بره حدودها. يعني إيه؟ قرش قليل مع إيمان يغطي احتياجات كتير قوي، قرش كبير من غير إيمان ما يكفيش. خمس ترغفة يكفوا 5000 بالإيمان، وهو سر الخفاء. يعني إيه؟ لو عندك إيمان في قلبك في خفائك هتسمع كلام ربنا، مش هتخاف تطلع العشور، مش هتقلق على المستقبل، هتبص للقمة وعارف إن اللقمة دي طالما في إيد ربنا لا دي تكفي آلاف، عمرنا ما هنحتاج. لكن للأسف احنا نخفي قلقنا بدل ما نخفي إيماننا، في داخلنا خوف بتاع الدنيا. عشان كده الوصية كانت تقول ما تهتموش، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم، الأمم ملهمش أب مسؤول عنهم، هم مش شايفينه، أما أنتم فأبوكم يعلم ما تحتاجون إليه، فاطلبوا أنتم ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. أحبائي في الخفاء في بركة، والبركة تحتاج إلى إيمان. البركة دي تحسها في كل حاجة، تدي ساعة لربنا تلاقي فيه بركة في اليوم، تدي فلوس أكتر من العشور زي ما اتفقنا تلاقي بركة في الفلوس، تدي صحتك بزيادة للخدمة تلاقي فيه بركة في الصحة، تدي حب لولاد غير ولادك تلاقي في بركة في أولادك. إيه ده بقى؟ ده كل ده سر الخفاء، سر الإيمان العامل في الخفاء. بالعقل والمنطق والورقة والقلم ما تمشيش الأمور دي، لكن بشغل ربنا هي ما بتمشيش غير كده. ربنا يسوع له المجد.
كان دايما بيعرفهم ان في حاجة اخرى انتم مش شايفينها، لانه حسب تعليم الكتاب الايمان هو الايقان بامور لا ترى، في امور كتيرة لا ترى، في ملائكة لا ترى، في ابدية لا ترى، في معونة الهية لا ترى، في بركات بلا حدود لا ترى. اتمتع بده كله ان كنت تخفي ايمان. تعالوا نطرد الشك ونفتكر دايما معجزات ربنا يسوع وكلامه، ونثبت ايماننا بكلام ربنا. وفرصة في الصيام اللي احنا فيه ان ايماننا يطلع درجة، يبقى الواحد متغاظ انه بيفكر لسه في الاكل والشرب والفلوس وعمال يرد على نفسه، لا دي على ربنا، دي بكرة بتاعه مش بتاعي، والنهاردة كمان بتاعه مش بتاعي، زي ما كان امبارح برضو بتاعه مش بتاعي. لإلهنا كل مجد.